لأول مرة بالعالم رح يتم متابعة بيبي وهو جنين في بطن أمه لحتى ما يطلع البيبي ويكبر ويروح على المدرسة. هذا البيبي هو بيبي دنيا. اليوم رح نرحب بأهل بيبي دنيا محمد وزينة الخطيب. أهلا وسهلا فيكم أهل بيبي دنيا. ورح نرحب كمان بمنى عوض، ست منى عوض اللي هي أخصائية تربية. منى رح يكون لها دور بتربية وتنشئة البيبي دنيا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكي. شكرا لك. هذه فقرة جديدة نحن بنقدمها بدنيا يا دنيا، كل يوم سبت منتابع أخبار بيبي دنيا. بس أول بدنا نتعرف على أمها وأبوها لدنيا. مرحبا محمد وأهلا وسهلا زينة، كيف حالكم؟ تمام الحمد لله. تمام. كيف جاهزين للموضوع؟ تقريبا نجهز. احنا اليوم رح نشوف اول حلقه من بيبي دنيا اللي هي رح تفرجينا كيف اخذتوا الخبر انه زينه حامل، مش هيك؟ صراحه اول ما عرفت طبعا ما خليت الا تعمل فحوصات عشان نتاكد 100% انها حامل. ما فرقش الموضوع عندي حتى بعد هذا الحكي كلياته غير لما شفت البيبي جوا بطن زينة. حسيت بجدية الموضوع. أيوة بالضبط. حسيت ساعتها انه في مسؤولية وعن جد في اشي ليفينج جوات زينة. اي شهر انبسطت؟ حلو. اي شهر زينة انت؟ هلا بالسابع. بالسابع. فنحن هلا بدنا نمشي معك تقريبا شهرين ونص او قد ايه، وبعدين كمان نكمل خطوة بخطوة. كيف شعورك في الموضوع؟ بموضوع الحمل او موضوع الحمل ونحن انه بدنا نرافقك كله. هلا بموضوع الحمل مثل ما حكى محمد، اول ما عرفنا كثير خفنا، هيك توترنا وبصرت بدي اتاكد وهيك. انه حسيت بكير، او يعني احنا كمان لسه متزوجين جديد وهيك. ف يوم ما شفنا على الجهاز شفنا البيبي خلص، يعني حسينا عن جد مسؤوليه وحسينا انه خلص بدنا الموضوع، انه كثير اشي حلو. فكرة برنامج بيبي دنيا يا دنيا وبيبي دنيا حلوة، أنا كتير متحمسة لها، يعني إنه حيكون في حدا معي هيك، إنه أنا أول بيبي حيكون حدا معي خطوة بخطوة يحكي لي شو أعمل، شو المفروض يصير معي بالحمل، شو المفروض أتوقع بعد الولادة. فلا فكرة كتير حلوة ومتحمسة. طيب منى، حضرتك أخصائية تربوية وأنا هديك مرة إجيت عنا أكثر من مرة وكثير حبيت أسلوبك، يعني اطمني زينة. إن شاء الله. بيبي دنيا في إيدين آمنة، لأنه منى عندها أسلوب كثير مقنع بتحسي بالتربية وبتوجيه الأهل يعني أكثر، وحتى مع الأطفال. الله يسلمك. فاحكي لي هلا كيف رح يكون نمشي معها. هلا الفكرة، أنا كثير سعيدة إني أكون جزء من هذا البرنامج، وزي ما قلتي يعني هاي فكرة كثير جديدة وما انعملت قبل، إنه فعليا الأمهات اللي موجودين بنفس وضع زينة عم بيشوفوا خطوة بخطوة شيء حقيقي، مش شيء مثلا قصة نقلا عن. فزينة عم بتكون عم بتعيش الخبرة وعم بتشاركنا فيها، وإحنا بناء عليها بنحاول نساعدها قد ما بنقدر، وطبعا زينة ومحمد. فأنا إن شاء الله دوري يعني راح يكون من البداية إنه أكون جنبها بالبداية، يعني نفكر بأسلوب التفكير اللي عنا عن التربية، هل هو إشي مثلا إشي قديش قناعتنا فيه، قديش هو صح قديش هو غلط، قديش مثلا نبدأ شوي شوي نغيره. رح يكون عندنا مثلا إدارة مشاعر المحبة، لأنه مرات قد ما منحب منغدق يعني منعطي انتباه زيادة. إدارة مشاعر القلق والخوف، يعني بتذكر إنه لما نحكى إنه أول ما في ولادة في حمل إنه في خوف، هلأ الخوف إذا زاد ممكن يربك. فعشان هيك كل هاي الأشياء إن شاء الله بنحكي فيها، والبرنامج رح يكون قد ما هو مفصل ودقيق رح يكون كتير ممتع للأمهات اللي بتوقعوا يعني وحاملوا رح يجيهم إن شاء الله بيبي زي بيبي دنيا. ورح نمشي بصحتك، برياضتك، أكلك، الحفلة قبل البيبي، يوم الولادة، بعد البيبي، غرفة البيبي. أنا بدي كمان غرفة البيبي أكيد. بنروح زيارات الدكتورة مع بعض، إذا بنت يعني أكيد بتكون الغرفة، الملابس، كل هاي الأشياء هذا. وطبعا وإحنا ماشيين بالموضوع دائما بنحكي كيف بدنا يكون تقبلنا وإقبالنا على موضوع تربية طفل صغير. إيش بيعني لنا حجمه إنه صغير، إيش بيعني لنا لما يبكي ويزعل، كل هاي الأشياء كتير بتفرق.
يعني زينه بتحطي ايديك واجريكي بمي بارده حتى لو انت تعبانه اجت البيبي وبتغلب بتحكي مع منى تعالوا خذوا البيبي في الحال انا مستعده. واحب كمان اشير انه رح تكون معنا اخصائيه الامومه والطفوله رولا قطامي ابو جابر لحتى يعني تعطي زينه كل النصائح وشو بيلزام من رياضه من اكل خلال الحبل وكمان لما بتطلع البيبي. هلا بنتعرف اكثر على امها وابوها لبيبي دنيا. محمد كيف تعرفت على زينه؟ صراحة بحكم شغلي اضطريت اشتغل بشركتهم لزينة انستليشنز وكونسلتنج خلينا نقول. شفت زينة اول مرة هناك وظلت تتكرر القصة. اول مرة شفتها عجبتك ولا تاني مرة؟ والله من اول مرة اول مرة عن جد كيف بيقول الشغلات انه خلاص بحس الواحد يعني سبحان الله كيف النصيب زي ما بيقولوا. فاول ما شو عجبك بزينة اول شيء؟ والله هي يعني از اهول هيك كانت حلوة يعني لفتت انتباهي صراحة فصرت انا اروح كمان مني لحالي على شركتهم عشان برضه ارد اشوفها. صرت تتحجج. طب زينة كيف انت اول مره شفتي ام محمد لفت نظرك؟ يعني اول ما شفته كان عادي بس لما تعرفت عليه وتعرفت على شخصيته وارتحت له كثير. يعني حسيت بشعور راحه يعني الكليك هاي ما حسيت فيها من اولها بس شعور راحه كثير يعني كان كثير حلو. وكنت تتخيلي يعني شوفي كيف الايام بتمشي وبتصيروا مع بعض قد ايه لكم بتعرفوا بعض؟ تقريبا يمكن اكثر من سنتين. اها وقد لكم متجوزين؟ 8 اشهر 8 9 اشهر. اها طيب كثير حلو. احنا هلا نشوف مع بعض اول حلقه من بيبي دنيا واللي هي اليوم اول حلقه وزي ما قلت لكم يعني لاول مره بالعالم بتصير. نحن محطه مسمينها هذه البيبي بيبي دنيا على برنامجنا وكل سبت راح نشوفها. خلينا نشوف مع بعض اول حلقه من بيبي دنيا. زين اول وحده تتزوج عندي وحامل ورح يكون بيبي الاول في العيله واحنا كثير مبسوطين. هلا انا رح اصير خاله فهذا الشيء بالنسبه لي كثير حلو وكنت عم بستنى هذا الشيء من زمان صراحه لانه بعيلتنا احنا كنا اعمارنا كبيره يعني انه انا اصغر وحده بالبيت. اوكي وبيسكلي يعني مش صغيره يعني عمري 20 سنه فانه بيبي هيك زغنوط يجي على البيت كان كثير شيء حلو خبر كثير حلو. زينة أول ما حكت لنا كانت كثير خايفة فإنه أنا الوحيدة يعني أكثر شيء شجعتها وانبسطت لها وهيك قلت لها إنه كثير رح يكون حلو صرت أبعت لها صور هيك أطفال صغار إنه حتى أشجعها فكنت كثير مبسوطة. شعوري لما عرفت إنه زينة حامل كثير انبسطت بنفس الوقت خفت كثير من المسؤولية لاحظت إنه رح أضلني خايف عليها طول الوقت ورح أتابعها وألاحظ كل إشي يعني ممكن تشكي بإشي تتعب من إشي رح أكون كثير مسؤولة كثير عنها. هلا أنا من زمان بفكر بهذا الدور صراحة لأنه يعني فكرة نوعا ما رح أتبناها للبيبي ما رح أخليها تمسكها أبدا رح أربيها أنا يعني إنه كثير كثير أنا بحب هاي القصص وإنه يعني بنت أختي زي كأنها بنتي رح تكون. خلينا نحكي نبلش بدور العمة سنس أنا حكون العمة يعني بتوقع إنه يعني to do my best إني أساعدها فيه بنفس الوقت يعني أكيد إنه لازم يكون إلها الجزء الأكثر بتربية البيبي وبكل شيء يعني لأنه الأم طبعا لأنه بحس يعني إذا كتير البيبي يعني توزع بين أكثر من حدا ممكن إنه يأثر عليه فإحنا ممكن نساعدها مثلاً إذا هي بحاجة إلنا إحنا مستعدين نساعدها طبعاً ومن على أحب على قلبنا يعني نساعدها. رح تكون أول مرة فإنه أي حدا أول مرة ممكن يغلط أي إشي إنه يعني إنسان صغير ما بتعرف كيف بيأكل كيف بيشرب كيف بتحمم إنه فهي يمكن الصعبة رح تكون بس إنه وجود ماما رح يساعدنا. هي شوي عرفت الخبر يمكن بالشغل لأنه إحنا نشتغل مع بعض كمان فهي هيك شوي كانت حاسة في الشغل فإجت لنا بتحكي لنا إنه هيك 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 بس هي كانت كتير خايفة مصدومة بالأول فقلنا لا بالعكس إشي كتير حلو وإنه the start of your life يعني ليش لا وإنه عسنة حلوة يعني رح هي كانت حامل بنفس
بنفس السنة ورح تولد بنفس السنة، فكتير حلو. أول تغيير صار بحياتها إنها تفتش على اسم البيبي سواء ولد أو بنت. أول إيش فكرت فيه هيك؟ إنه كيف رح يكبر بطنها وكيف رح تصير المراحل الجاية؟ يعني حالياً عم نعطي نصائح. عم بيشوفوا البيبيز اللي حواليه كتير عم بتشجع، عم بيحس حاله انه كتير هو حابب يعني، واحنا كتير مبسوطين لهذا الاشي. لسه كانوا جديد متجوزين هي محمد، فكان لسه اول طريقهم، فشي هاد بلانز انه بدهم يسافروا بدهم يجوا يروحوا هيك، فانه الا بيبي شوي هيك انه يختلف البلانز ويصير اشياء احلى يمكن، بس انه different way. صدى الخبر هذا بالعيلة الكل انبسط لها والكل بارك لها، وكانوا حابين يعرفوا ولد ولا بنت. يا الله من اولها، من اولها مش فارقه محمول البنتهم تقوم بسلامه، بس يعني سؤال لازم يعرفوا انه ولد ولا بنت، انه كيف رح تتعامل معاها بكره وايش رح تحكي لها. وحتى من هلا احنا بنحكي له احكي معاها يعني، لانه بتسمع يعني، هي حاليا بالشهر السابع بتبلش تسمع يعني، حسب ما قرأنا وقرأت زينة وقالت لنا يعني كمان. فمنشجع كتير يحكي مع البيبي من هلأ، لأن she recognizes voice من هلأ، وصوت امها كمان، حتى صوت عمتها صوت خالتها كله بتصير لحالها تعرف. هلأ احنا متفقين ان انا رح اكون الخالة الفايعة. بنصحها انها هي كتير تدير بالها على حالها وانها ما تشتغل كتير، لان هي كتير هيك عم تتعب حالها، فما في داعي يعني. حتى ان البيبي هو اهم شيء يعني. إذن إحنا بنستنى بيبي دنيا بفارغ الصبر. محمد كيف كان شعورك لما شفت الفيلم هلأ؟ حسيت بالجد؟ حسيت بالحامزة. لا كتير حلو يعني، إشي مرتب يعني، هيك شغل نجيب سيرته لأحمد ولا. كتير حلو زينة. كتير جنة. حبيت كتير لما تصورنا وهيك، ما توقعته يطلع هيك يعني. يعني هلأ اللي رح يصير إنه المشاهدين بيصيروا يستنوا يوم يعني كل أسبوع السبت شو عم بيصير مع بيبي دنيا، راحت على المستشفى، عملنا هيك، لازم تاكلي هيك، لازم كذا. فهاي بيبي دنيا يعني سيلبرتي رح تصير، وهاي البيبي تبعتنا إن شاء الله. طب منى هلأ قولي لي، بتتخيلي إنه يعني دائما أول الأهل أول بيبي كتير كل شيء بيكون جديد، بس الحلو إنه هلأ دائما في كتب في على الإنترنت، يعني عم بلاقي إنه يعني من كذا سنة وجاي يعني ما في واحدة صعب تجيب بيبي بدون ما تكون قارئة شو تتوقع وهي حامل، بدون ما تكون قارئة شو تتوقع في بداية أشهر الحمل. قد ايه بتلاقي هذا الإشي مهم للأم نفسها؟ هذا بصراحة إشي كتير أساسي، لأنه أكيد الأم والأخوات والعمات بيساعدوا، بس مش زي ما الوحدة يعني تاخد أكتر من مرجع وتقرأ هي لحالها بهدوء. إذا انتبهتي بالريبورت رندا وزينة ومحمد، كان في كتير يعني الكل حكى بمشاعر قلق وخوف. هلأ هذا بنبع من عدم معرفة وجهل بأشياء معينة، وبيصير عند الواحد شعور نوعا ما زي الجلت هيك، في إنه الواحد بديش أقصر، بدي أعطي أحسن ما عندي. هلأ هذا أهم شيء إنه الواحد يسيطر عليه، واحدة من الوسائل إنه يقرأ ويطلع. فأنت يعني أول شيء بدك تتذكري إنه هاي حياتك أنت ومحمد. البني آدم رح يجي على حياتكم بيبي دنيا رح تشارككم حياتكم، ما رح تأخذها منكم. فأول شيء لازم الواحد يبقى عارفه إنه أنت بدك تعتني بنفسك، بعلاقتك بزوجك، اللي هي أول يعني خطوة للتربية الصح. لأنه إذا الواحدة بتهمل أو بتسيطر عليها مشاعر القلق وإيش بدي أعمل أو مش ما عم بعطي كفاية، وهذا فبتلاقيها بتأثر بعلاقتها مع زوجها، فالأمور تتكركب بعد هيك. صح. فمن بدايتها لأنه بيبي أول ولأنه أول مرة الخبرة، لازم تبقى الوحدة عندها درجة من الثقة بالنفس، مطلعة. أنت بحالتك طبعا يعني فرصة كتير حلوة، وأنا كتير بدي يعني أشكرك على المبادرة الحلوة أنت ومحمد إنكم تكونوا بهيك برنامج مثلا بهاي الحالة، معك طاقم إنه يكون معاكم على الخط يعني خطوة بخطوة، وبالنهاية يعني عم بتفيدوا ناس كتير أنتوا بهاي المبادرة تاعتكم. كتير أمهات راح يحبونا أكتر أو يسمعونا باهتمام أكتر لأنه إشي حقيقي.
ثانكيو لكم صراحة. الله يسلمك. احنا كثير مبسوطين فيكم اكيد، وبحب دائما أكد انه قد ايه مهم. كثير مرات يعني يعني بتبلش الام وبصير عجقة وفيش نظام للبيبي، يعني هذا شيء متوقع اول اسبوعين، بس بعد شوي لما يصير نظام للبيبي يعني لازم دائما يكون في وقت لحال للام والابو لحالهم طبعا. لانه احيانا بتلاقي كثير بيوقعوا الناس بهذا الخطا انه بنسوا، فبتصيروا يعني كل العلاقه مبنيه على هالبيبي، بس لازم في علاقه دائما تكون موجوده بين الام والاب عشان انتوا الاثنين تكونوا عم بتربوا بطريقه احلى. وانا من تجربه بقول لكم لما تكون البنت اول واحده بالبيت بجنن، حتى لو جبتوا بعدين صبيان ان شاء الله 10 يضل البيت رايق. طيب هلا عم تقراي شيء زينه؟ عم بقرا بس مش كثير، يعني المفروض اقرا اكثر صراحه، بس بحكم شغلي شوي مشغوله. اكثر شيء على بيبي سنتر، في ويب سايت اسمه بيبي سنتر، هذا كثير مفيد. كل اسبوع بيبعثوا لي ايميل بالضبط هلا شو عم بصير معي، شو لازم اعمل، شو لازم اكل، وايش عم كيف عم بينمو البيبي، كيف عم بينمو البيبي بالضبط، وبيحطوا فيديو زي كثير حلو. هلا انت بالسابع؟ بالسابع. اوكي، عم تحسي البيبي بيتحرك وهيك؟ هلا كثير قوي الحركه صارت. قدي حلو، يعني نحن عن جد متحمسين على هذا بيبي رؤية. طب مين بيعمل لهم بيبي سيتينج؟ رتبنا؟ والله بدنا نرتب اليوم. نخلي مذيعات الدنيا يا دنيا كل مرة واحدة بالضبط، راح تاخذ المهمة، راح ينبسطوا. أكيد يعني هذا إشي أنا بالفعل إنه يعني عم نتطلع وعم يعني متحمسين لحتى نراقب خطوة بخطوة بيبي دنيا كيف بدها تمشي وكيف بدها تكبر، ومش كتير مطول يعني بعد شهرين ونص بتيجي بيبي دنيا. أي شهر يعني هلا إمتى عندك الديت المتوقع؟ هلا بدخل بشهر التاسع بثمانية عشرة، وطبعا لثمانية 11 معي معناته احنا بشهر 11 يعني اول الشتوية جايت لنا بيبي دنيا. Which is good. اول الشهر اول كثير مناسب صح صح، انه خلص الدنيا عم تنضب وكل واحد بيدخل ببيته وكل واحد. كثير حلو. طب اهلك كيف شعورهم يعني وعائلتك؟ كثير مبسوطين كثير. هلا انا لانه اول وحده بتزوج بالبيت، فشوي هيك يعني ماما تاثرت انه تزوجت وطلعت من البيت، و فلما عرفت انه حامل وفي بيبي جاي وهيك طار عائلها. بالنسبه لاهلك محمد، هذا البيبي اول حفيد لهم؟ اول حفيد كمان، يعني اول حفيد على الشهرين، هذه بدها تكون مدلله غير شكل يعني. يعني اسم الله عليها. خوف هلا تبطل تقعد في البيت انا مش عارفه. لا اكيد بوجود منى يعني راح يكون اكيد كل شيء تمام. ومنى عملتي شيء زي هيك قبل هالمره؟ والله لا، يعني انا لما خبروني رؤيا بالفكره كثير انبسطت، لانه هذا شيء ما اظن انعمل، يعني يمكن عمل فيلم يعني بزمان انه انسان بيكبر قدام التي في somehow، بس انه كبرنامج زي هيك لا. بس انا كثير متحمسه. اكيد كثير حلو. بفكرك تسمع لك زينه بصراحه. شوف مش على خاطرك بالنهايه. بالنهايه هي اقدر وحده انه يعني تشوف المناسب، ونصائحنا كلها مجتمعه، راح ان شاء الله تقدر توظفها بطريقه تفيدها تفيد عائلتها. اكيد كثير حلو. نحن كمان اكيد يعني متحمسين نشوف كل حلقه وكل سبت بيبي دنيا. اهلا وسهلا فيكم محمد وزينه الخطيب. اهلا وسهلا منى عواد، وكمان بنرحب اكيد برولا قطامي ابو جابر اللي راح تكون ضمن فريق بيبي دنيا. اهلا وسهلا فيكم. أهلا ومنكمل فقرات دنيا يا دنيا، خليكم معنا.